مين يا فاطمة؟ حاضر يما. فتي هنا. وحشتيني قوي يا ماما. وانت كمان يا بنت ولدي. مين يا فاطمة؟ هنا. هنا. الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك، وحشتيني قوي يا جدتي. عامل ايه يا ولدي؟ الحمد لله يا امي، انت عامله ايه؟ كيفك انت يا ابني؟ طمني عليه. نحمد ربنا الحمد لله. رضا تعال يا ولدي، تعالي تعالي تعالي. الحمد لله على السلامه يا ضناي. كيفك يا ستي وكيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. من امبارح وانا على نار يا ولدي. اكدهي هناء، ما اشوفكيش كل السنين دي، ما وحشتكيش؟ لا ازاي، وحشتيني طبعا يا ماما، انما بقى اهو اهو. يعني ايه؟ فوزي ما جاش معاك ليه؟ فوزي ما جاش ليه؟ عنده شغل؟ لا يا ماما، تعالوا نقعد ونتكلم. تعال يلا تعال. طلقك؟ انا اللي طلبت منه يطلقني. طلاق؟ كلام ايه اللي بتقوليه دي؟ يا جدتي انا. اسكتي، اقطعي من قلبك واسكتي. ارجعي بعد السنين دي كلها. ما قدرتش اعيش معاه. ليه ما قدرتيش؟ ليه ما الخلق كلها عايشه؟ طولي بالك يا فاطمه. لميتة ما الخلق كلها تتحاجه في سيرتنا وبنتي واولهم خالها واولاده. يا ماما اللي حصل ده كان. بس اسكتي، مش عايزه اسمع حاجه ولا حد يسمع. ولسانك ما يقولش الكلام ده لحد. ليه يا ماما؟ لما نشوف هنعمل ايه ونكلمه. كيف نكلم؟ مين؟ فوزي. عاوزه تكلمي فوزي عشان يرجعني؟ عين العقل يا هناء. ما ينفعش، ما اقدرش اعيش معاه. ليه؟ لاني مش عايزاه، مش هخلف منه. ارجوك يا ماما، انا مش عايزه ارجع له. هترجعي له؟ اتمهلي يا فاطمه، اتمهلي. رجعالي بعارها. لا يا ماما، العار اني كنت افضل عايشه معاه وانا ما بحبوش بعد السنين دي كلها. ملوش عايز الكلام دلوقتي يا فاطمة. فوتيها ترتاح، وانت كمان ارتاحي، وبعدين ربنا يعدلها. روح يا بنتي، روح يا هناء، ارتاح. روح يا بنتي. فاتت جوزها ورجعالي ياما. هيقول رجع للحيم وولده. ده انا ما صدقت انها اتجوزت وبعدت عن هنا الا ما رضي بيها وهي بنت بنوت. هيرضى بيها وهي متطلقة؟ ايه يا يوسف دي الكلام ده؟ اسيب له المناقصة علشان لو ما خدهاش هيفلس؟ ما يفلس يا جماعة، ده شغل. سلام عليكم. وعليكم السلام. واجيه بيه واحدة يا بنتي؟ اه يا حاجة، اتفضل. طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. سلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله. فاضي يا ولدي ولا اخرك على حاجة؟ يا سلام، فاضي تحت امرك طبعا. اتفضل يا حاج، قهوتك ايه؟ لا انا ما عاوزش قهوة يا ولدي. طيب حاج، خير فيه؟ عاوزك تساعدني يا وجيه. اساعدك؟ انا تحت امرك طبعا. معلش يا وجيه، انا ما لاقيش غيرك احط قدام المشكله لما تستعصى علي. وانا تحت امر حضرتك يا حاج. انت فاكر الحكايه بتاعت سام اخوك وبنت عمه؟ انا اسف يا حاج، معلش انا نسيت اكلمه. احسن، عاوزك تقول له ان انا هجوزها له. بس حضرتك كنت قلت. كنت يا ولدي، ما كنتش عارف انه هيكبرها كده، هيفوت لنا البيت. اسمع يا وجيه. نعم يا حاج. عاوزك تاخد اخوك وتروح لعمك زيان وتقول لابويا هجيلك. حاضر يا حاج. وكلم القسم، شوف البيه اللي جاي ليه اخوه مفايت البيت وهو كمان ياخد ورديه ليه. حاضر. الو، اكلم الملازم بهجة المنشاوي من فضلك. قوله يكلمنا هنا دلوقتي. طيب مع السلامه. في السكه يا حاج. في السكه فين؟ مروح البيت. طيب خلي شغلك وحصلنا على البيت. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خليك يا هادي، خليك، شوف شغلك. نورت يا حبيبي.